منذ تأسيس صندوق العمل تمكين، وهو يعمل وفق استراتيجية بعيدة المدى تتوافق مع الخطط الاستراتيجية التي تتبناها مملكة البحرين لرفد القطاع الاقتصادي ورفع كفاءة المواطن البحريني في مختلف المجالات. رؤية القيادة الحكيمة لمستقبل البحرين تحمل من زخم وكثافة العمل والإنجاز ما يؤكد على جديتها في السعي إلى الارتقاء بما تقدمه من خدمات وخطط استراتيجية محكمة تتطلب تكافؤاً وتآزراً وثيقاً بين مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية بالمملكة، وذلك كضرورة حتمية لمواكبة المتطلبات الأساسية وفق برنامج عمل الحكومة الرامي إلى تطوير الفرد البحريني ورفع كفاءاته وقدراته الفردية إلى أعلى المستويات، وذلك ما تأسس على إثره صندوق العمل تمكين كمؤسسة بحرينية شبه حكومية عام 2006 كأحدى ركائز مبادرات الإصلاح الوطني في مملكة البحرين ورؤية البحرين الاقتصادية 2030. وقد وضع التمكين رؤية تهدف إلى تحقيق الازدهار في الاقتصاد الوطني من خلال جعل المواطن البحريني الخيار الأفضل للتوظيف وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك للاقتصاد في المملكة. صلاحيات صندوق العمل تمكين تتمحور بشكل رئيس حول رفع كفاءات المواطن البحريني للدرجة التي يكون قادرا فيها على المنافسة في سوق العمل، بالإضافة إلى الدفع قدما بالإنتاجية في المشاريع التجارية بالتوازي مع المساعدة في خلق فرص وظيفية ذات قيمة مضافة في المملكة. وقد أطلق التمكين أكثر من 200 برنامج ومبادرة في مجالات عدة شملت التمويل والتدريب والتوجيه وتشجيع ريادة الأعمال والعديد من البرامج التخصصية المتنوعة، وذلك بهدف تغطية كافة المجالات العملية والتعليمية. وقد استفاد من الدعم الذي تقدمه تمكين أكثر من 165 ألف فرد ومؤسسة بحرينية. مبادرات تمكين تسعى إلى الاستجابة إلى التحديات الاقتصادية الهامة التي يواجهها البحرينيون ومشاريعهم التجارية في مراحل تطورها المختلفة ومعالجتها، بدءا من مرحلة التأسيس وحتى النضج، ومن مرحلة الدراسة وحتى الوصول إلى مناصب إدارية عليا. وتلعب تمكين اليوم دورا مؤثرا ومتميزا وهاما في تطوير المشهد الاقتصادي الوطني بتمكنها من خدمة أكثر من 140 ألف مواطن ومشروع تجاري بحريني. وتعمد تمكين إلى تحديث استراتيجياتها كل 3 سنوات لضمان توائمها التام مع احتياجات السوق، وكل تحديث يجعل من الاستراتيجية مرآة للاستراتيجية الحكومية للسنوات التي تلي التعديل، وذلك لتعزيز إنتاجية الفرد والمنشآت الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام لها.